جدو ها طلع عندك موبايل واحنا ما ندري تخابر البنات مو الا قول لابويا. خاب ما تولى انت وابوك. هاي شنو؟ شو طفه؟ جاسم! ها يابا! ولك جواسم! ها خير يابا شكو؟ تعال شوف لي هذا الراديو شبيه! شبيه راديو؟ مشو طفه وقام ما يشتغل يمكن عطل! شو انطيني اياه؟ ها يابا قيثارة! يابا هذا صار قني يمك وتريده ما يعطل! شو صار عطل؟ ذاك اليوم اخذته! شو وقت يعني؟ قبل الحصار! تدريش قد يعني قبل الحصار؟ يعني 30 سنة. ايه يعني شهر. 30 سنة يابا مو 30 يوم. هذا من هو هيك معضعض الباتريات؟ لان مرات من يهبط خلي ابنك الصغير يعضهن، انا ما عندي سنون. يا هو يعضهن حمودي؟ لا ذاك الاخ ابو مرصاصة. يابا هذا الراديو بطارياته منتهيات خلاص. لا روح جيب لي بطاريات. من اطلع العصر اجيب لك. لا إلا هسه أبدا أسمع أم كلثوم شوية وأنام. ها أبو حبشكة شلونك؟ هلا بحمودي. خير شو صافن علي مخضر؟ والله أرد أخذ كيلو من طماطة. هي أخذ من هاي المستوردة كلش زينة ونظيفة، أنا دوم أخذ منها للبيت. لا والله راح أخذ طماطة عراقية. سالمين أبو حبشكة؟ ماذا تشوف طماطتنا شلون ممرودة وفوقها غالية؟ خوب اخذ المستوردة بس بودك تباوع عليها وهم ارخص. ابو حمود انت تعرف شي وانا اعرف شي. شلون يعني ما افتهمت؟ انت تعرف هاي الخضروات المستوردة شو استعملوها سمال وشو يلعبون بتركيبها بالهندسة الوراثية؟ قابل شي يسوون بيها خو ما حاطين بيها سم. هسه شوفك شي وانت قرر. دا تشوف هذا الجهاز البيدي؟ ايه شنو هذا؟ هذا الجهاز يقيس نسبة النترات بالخضروات والفواكه ويقولون إذا النسبة طبيعية أو عالية. وإذا عالية شنو معناتها؟ من تكون بنسبة عالية تتحول لنتريت وهذا يتفاعل ويا الأمينات وينتج مواد مسرطنة. أو حبشك الآن رجال أدبي وموت من الكيمياء، قل هذا الجهاز شو يسوي؟ شوف هاي طماطة عراقية وراح أقيس النترات بها بهذا الجهاز. قرأ نتيجة طبيعية. هسه نجيب وحدة مستوردة. قرانة خطورة عالية. أبو حبشكة تريد الصدوق انت قلقتني. هسه لازم أشرب شاي ثقيل من إيد أبو شوارب حتى راسي يرتاح. يمشي نروح خلنا نقعد لنا بالقهوة. وين نروح يا معود ما حدك هناك؟ ليش بالجماعة وين هو؟ قاسم دفع بالقاعة والكابتن مسافر وزعبور نايم وأبو زيدان مشغول ويا صيدليته. لا خلي نروح يمه وزيدان. يا معود البارحة رحت قعدت يمه شوية طق قلبي بس يبكي. ليش عنده يبكي؟ روح له هسه تعرف. لا خلي اخذ ذن الباتريات لابويا واروح اقعد يمه شوية. السلام عليكم. وعليكم والله فرحت حزوالي مراجع. شلون يعني ارجع هسه؟ تعال اقعد ابو حمود انت الاخم لا تزيد همي. شبيك كان هالدنيا طايحة على راسك؟ يعني ما تشوف شبيه؟ لا ما اشوف. يعني بشرفك بضميرك تقبلها صار اسبوع مفتح وما مشتغل غير 20,000. ابو زيدان هم يا الله ترى الشغلة يراد لها صبر. صبر ايش؟ واني الادوية ما ترى تصير اكسباير. ترى الناس هم حقها شافونا بضابط متقاعد اجا فتح صيدلية وضمات. ويدرون بيك جديد وما عنده خبرة. أنا ما عندي خبرة. لا إيش كنت أسوي بالعسكرية؟ لقح نخل. هسا يسمعك يقول كان بأطباء بلا حدود. هي من اسمها عسكرية. جامعة الطب الصحة ما أدري. حبيبي غير بأوقات فراغك كنت أروح أقعد يم جماعة الطبابة وكل هاي الشغلات تعلمتها منهم. وش كنت تسوي يم جماعة الطبابة؟ كنت أراقبهم وخاف عندهم مكسورة من نا من نا حتى وصلت سالفة للآمر. يعني هم تحرقهم وهم تتعلم منهم. أم زيدان. هذا عبور ما عندك دواي نوم البزازين؟ وليش تريد نومهن؟ مو هسه شهر شباط وهن يتمالخن ويعيطن وما يخلن ننام. ايش قالوا لك عني مفتح بيطرية؟ روح بابا روح الله ينطيك. وتقول لي اصبر ويجيك الرزق. هو شلون رزق راح يجي من ورا زعبور؟
الله بالخير يا امه. هلا عيني هلا حجية، تفضلي. ولادي عندك كانولة بلكي تشكل اياها. اي من عيني، تفضلي استريحي. بس طلع ايدك حجية حتى القى وريدك. والله حجية انت ما شاء الله تسمينا والاوردة مالتش كلها دفن ومدى القاهن. لا راح اروح على غير مضمد شكل الكانولة. لا ليش تروحين على غير واحد؟ انا عندي حل. شنو هو؟ راح اشكلك الكانولة بالعضلة. انت دي تضحك علي لو شنو؟ ليش؟ تريد تشكل الكانولة بالعضلة حتى تموتني الا اشتك عليك واخليهم يعزلونك. والله ما ادري ابو حمود، رجله خضرة علي لو شنو موضوعه. انا شعلي هو انت فقر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخويا اريدك تطهر لي ابني هذا، تقدر؟ اي ليش ما اقدر، بس ليش رابطه بحبيل؟ هذا عمره 9 سنوات وماكم طهرتي الجرى يطهره. يا طهرتي نجيبه له هو يفلت من طهرتي، لو لم طهرتي ينهزم من ايده. بعد هزه بالمنطقه يسمونه مرعب لم طهرتي. تجيبه مدد عسد يا وفك الحبل منه. ما انصحك. تجيبه يا اخوي قام اشرحك وهو فرد زعطو. زي ما زين لازم كل قوتي. يقف لك اليوم اللي اجعله لك. ترى الله ما يقبلها، اسبوع صالي قاعد لا شغل ولا عمل، وتالي يجيبوا لي عبسي حتى طهره، واكو واحد يطهر عبسي. شو تسوي بعد قسمتك هاي؟ اكو شي واحد يحسن شغلي بس ما داعي القراس الخيط. شنو هو هذا الشي؟ طبعا اكو ادويه يوميه يجون يسالون عليها واني ما عندي، رحت للمداخل حتى اجيب يقولون ما عندنا لا تدور. مثل ايش هاي الادويه؟ مثل مورفين وباثيدين وترامال والارمين وباليوم وبعد اكو. والله لو واحد يوفر لي ذني الا يطق شغل المحل. انا اوفر لك اياهن. يا رزاق. مو بس ذني، اي علاج تحتاج اقدر ادبر لك اياه. لك انت جيت بوقتك. اقول لك انت مو سعود دوغل كان يبيع مخدرات للجهال؟ كنت. وش جابك على ادويه؟ حسان مندوب مال شركه ادويه. يا شركه؟ شركه هوليوود. هاي شركه مو مال افلام حبيبي. ذيك هوليوود، احنا شركه هوليوود. روح دور على معناها بالقاموس. والله ايش اقول لك، يهدي من يشاء. هاك عيني هاي العقيبه بيها كل الادويه اللي تريدها، اصرفهم واجيب لك بعد. جانا الخير جانا والفقر خلانا. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذي عندك ترامات باليوم مورفين اريدهم بدون وصفه. اي حبيبي كلهم موجودات وما يحتاجون لا وصفه ولا شيء. تمام، بس اروح اجيب فلوس واجي. روح، انا اللي لهنا ما عدل. هذا هو سيدي اللي دامت بتدور المسهود. شفت ابو حمودي مو قلت لك الخير جاي؟ هذا ابو الشوار بالشقره ما ادري وين شايفه. انا هم شايفه. وعيديكم. يلا شباب اعتقلوهم. ادري يعني تعالوا وياكم، ما تستحوا يوميه جايبيكم بتهمه. سيد وين يوميه؟ هي مره واحده من ابو حمودي باق ذاك الطفل. لقيته من الله لا ينطيك، بسرعه سويتني باقه. شلون تفتح صيدليه ما مرخصه وتبيع ادويه مخدره ممنوعه؟ سيد والله العظيم ما كنت اعرف بيهم مخدرات. منين جبتهم؟ يا مدخر. مو من مدخر، واحد مندوب جاب لي اياهن. مندوب؟ قول تاجر مخدرات. سيدي شنو الحل هسه؟ فد والعمرك، ترى انا ورايا 3 نسوان و9 جهال. هو كان حسيت لهم قبل ما تبيع مخدرات، وعلى هاي التمرات تاكلك في 10 سنوات حكم بالقليل. اويلي يابا، اصلك سيدي شوف البصمات على الحقيبه انت تلقى بصمه الولد. انا رفعت البصمات قبل لا تقول. قل لي انت شو وقت فتحت الصيدليه مالتك؟ قبل اسبوع والله، وكل شيء ما مشتغل لي هسه. والولد يمتى جاب لك هاي الادويه؟ اليوم. بس اكو شغله تاكد منها، يجوز تخفف عن حكمك شويه. مثل ما توقعت. بشر سيدي.
سعود دوك كان مسافر للخارج واليوم الصبح رجع للعراق. تاريخ انتاج الأدوية اليمك هو قبل 3 أيام، يعني هو كان رايح حتى يجي هاي الأدوية بيده. يعني هسه احنا براء سيدي؟ ماكو وراء، هي راح تبقى يم القاضي. ايوه اتوقع راح يطلعك بكفالة. يعني ايش قد سيدي؟ والله قيشي 25 مليون. لا ادري راح ابقى بالسجن سيدي. ايش عجب جان الماي بهيك وقت؟ يبين ابو زيدان ما مشغل ماطوره. كلكم عوفوني علي اشرب من دفى اليوم. خير هاشكو؟ يوم عود ابو زيدان ما صدق يخلص من سالفه المخدرات، وهذا الفندق جاي داك بابا يقول له انطيني حشيش. ولكم والله بعد ذهبات نسوان ثلاثه بس حتى اخلص من هالسالفه. انت من دازك علي ولك؟ بقاتم بس اللي خليت فهم وياه. عمي ليش تحصل فدوى لعمرك؟ إذا ما واقع عندك حشيش قل لي حتى أجيك غير وكيل. لك خاسم عوفني علي لا أقول لك.